الله يشفي الأخوة والأخوات وكل المتصلين. أخونا من الجزائر، نتمنى لك الشفاء العاجل، وأنت أملك بالله كبير ومتعلق برب العالمين، وتأكد أن الله سبحانه وتعالى لن يخيب هذا التوكل. خليك متوكل على الله سبحانه وتعالى وحده، توكل على الله سبحانه وتعالى، وادعو دائما بسجودك في صلاتك، اسأل الله العافية، اسأل الله سبحانه وتعالى الصحة، اسأل الله سبحانه وتعالى أن يذهب عنك هذه الأمراض، الكبد وهذا الورم الحميد بسيط لا تقلق. فقادر الله سبحانه وتعالى، أنت كما شاهدت ويشاهد الناس الكثير والآلاف المؤلفة من الحالات التي تم شفاءها ولله الحمد، من أمراض كثيرة مستعصية، من أورام، فيروس كبد وبائي، تصلب لويحي، ذئبة حمراء، أمراض الكبد، أمراض النفسية، الضيق، الاكتئاب، القلق، الوساوس، الأحلام المزعجة، التردد، الخمول، عدم التركيز، شرود الذهن، كل الأعراض النفسية، أمراض الجلدية، البرص، البهاق، الأكزيما، كل الأمراض الحمد لله الله سبحانه وتعالى قادر على إزالتها وعلى ذهابها. أسأل الله العظيم بأسمائه الحسنى سبحانه وتعالى أن يذهب المرض عن كل المرضى. أسأل الله سبحانه وتعالى العظيم بأسمائه الحسنى أن يذهب كل الأمراض عن جميع المرضى. اللهم لا تدع لنا مريضا إلا شفيته، اللهم لا تدع لنا مريضا إلا شفيته، اللهم لا تدع لنا مريضا إلا شفيته. اللهم فك السحر والعين عن المسحورين والمعيونين، اللهم أذهب الألم، اللهم أذهب الألم عن المتألمين، اللهم أذهب الألم عن المتألمين، اللهم أذهب المعاناة عن المعانين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فرج عن المهمومين، اللهم فرج عن المتألمين، اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، لا تدع لنا مريضا إلا شفيته. اللهم لا تدع لنا مريضا إلا شفيته، اللهم لا تدع لنا مريضا إلا شفيته. اللهم فرج عن المهمومين، اللهم نفس عن المرضى والمكروبين، اللهم نفس عن المرضى والمكروبين بإذنك يا ذا الجلال والإكرام، برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. ألو، نعم دكتور محمد الهاشمي، تفضلي. شيخ أنا عندي مشكلة من سنة ونص، صارت عندي أعراض، كنت طالعة برا على الساعة 12 في الليل، نعم، رجعت صابتني سخونة في جسمي، وتهيأ لي إني بدي أموت، حسيت نعم كيف في حلقي، نعم ومن يومتها لليوم شيخ هالأعراض بتروح وبترد ترجع لي. رحت عند شيخ فاروق، كل سببها عينه، وبتروح الشغلة بس يوم بسمع انه حدا مات او انه حدا مريض، بتصيبني هاي الاعراض، بتصيبني حمد من جسمي نعم وبتنم في راسي، نعم طيب كيف؟ وبحلم شيخ في كوابيس. اي طيب، الله يشفيك يا رب، الله يعجل بشفائك يا رب، الله يعجل بشفائك، الله يذهب عنك الهم والغم والحزن والكآبة يا ذا الجلال والإكرام، الله ينفس عنك وييسر لك أمورك. كيفك مع الصلاة أختي؟ كيفك مع الصلاة؟ محافظة على الصلاة؟ لا أصلي، بسيبني خمول يوم باقي أصلي، بس بصلي محافظة على الصلوات الخمس كلها؟ الحمد لله رب العالمين. الشيخ برضه في الفترة هذه بسيبني نخذ الصدر على هوا قلبي، نعم عند دكتور القلب كان ما فيش أي أعراض، ما فيش أي إشي، يعني بجوز وهم مش عارف شو، بس لا بس بتروح ترجع لي. طيب بصحى في الليل بصير عندي دكات القلب سريعة، أمال حاليا صابتني من فترة عند حنجرتي، نعم في الليل صار عندي نبض سريع. طيب، تستمعي لأغاني أو بتشاهدي مسلسلات أجنبية بتأثر على النفس ولا؟ لا نهائيا نهائيا، بس ما بتطلع الشغلات هاي. الحمد لله، الله يحفظك يا رب ويثبتك على الدين. قراءة القرآن، كم مرة تقرأي القرآن في الشهر، في الأسبوع؟ قراءة القرآن لا والله قليل، يعني آخر مرة كانت في رمضان. نعم، هذه هنا إذا ثغرة عندك يجب أن تسديها، ثغرة مهمة عشان الله يحقق لك الراحة النفسية. الراحة النفسية كيف تجي؟ أيضا بالقرآن، وهذه المشكلة في لها حل بإذن الله، في لها بإذن الله بعض الرقية الشرعية، في لها أعشاب، في لها عسل، ولكن يجب عليك أيضا أن تقرأ القرآن كل يوم جزء على الأقل. ها، توعدينا من اليوم؟ إن ها، شاء الله نتفق من اليوم إن شاء إن شاء الله الله قراءة جزء إن واحد شاء الله من القرآن، أنت وكل إن الناس، شاء كل الله هذا الشيء لكل الناس بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب، إن شاء الله الله يحييك أختي، أنت من فلسطين؟
الله يحييك، إن شاء الله رقمك عندنا موجود وإن شاء الله بنتواصل معك، وخلي عزيمتك بالله قوية، لا تترددي في سؤال الله سبحانه وتعالى، اسأل الله الشفاء، اسأل الله أن يعطيك الصحة، الله يوفقك، الله ييسر لك أمورك كلها يا رب العالمين. الله يحييك، حياك الله، مع السلامة. الله يحفظ هذه المتصلة الأخت من فلسطين، الله أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج همها، اللهم عجل بشفائها، اللهم أذهب عنها الهم والحزن، اللهم أبعد عنها كل الأعراض النفسية السيئة، اللهم أدخل عليها الفرح والسرور، اللهم فرحها، اللهم أدخل عليها الفرح والسرور والسعادة، وأذهب عنها الهم والغم والحزن يا ذا الجلال والإكرام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي جميع المرضى. إن شاء الله الأخت من فلسطين نتصل بك إن شاء الله، ويأتيك إن شاء الله العلاج والشفاء من هذه الحالة، وعليك مثل ما وصلت اثبتي، الله يثبتك بصلاتك وبقراءتك القرآن، لا تنقطعي عن قراءة القرآن، يجب عليك أن تقرأ القرآن، لأن في قراءة القرآن الراحة النفسية التي لا توجد في أي شيء في هذه الدنيا، لا يوجد راحة نفسية أكثر من قراءة القرآن. لو كنت في أي بلد وسافرت أي بلد وكان عندك من المال والخير والصلاحيات والمناصب والجاه والسلطة وغير ذلك، لن تصلي إلى السعادة إلا إذا كنت تقرأي القرآن. وهذا الكلام نحن نوجهه للجميع، ليس للأخت من فلسطين ولكن لكل الناس، بأننا دائما نقرأ القرآن حتى الله ييسر أمورنا، حتى الله يسهل حياتنا، يسهل كل شيء، نقرأ القرآن. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لمرضاته، وأن يديم علينا وعليكم النعمة والخير والسداد والتوفيق والنجاح. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.